نشاهد إن فازت هذه اللاعبة سيرينا ويليامز، سنشاهدها بالتوب 50 أي سيصبح تصنيفها 31 على العالم. إذا أيضا في هذا السن وهي 29 سنة وتستطيع أن تتخطى لاعبات صغار في السن أيضا، يدل على إمكانيات هائلة لهذه اللاعبة سيرينا ويليامز. تتلقى تحية من الجمهور. إذا ستوسا تكسب القرعة وتختار أن ترسل، وكلنا نعلم سوف يكون هناك تحدي بالإرسالات اليوم. إذا تنطلق المباراة وستوسر مع الإرسال. كرة أولى تتحكم بها سيرينا ويليامز، تتقدم لا شيء 15 الآن. ويليامز على التقدم والإرسال مع اللاعب ستوسر. نشاهد أيضا الإرسال ثم إنهاء الكرة من قبل سيرينا ويليامز. إرسال قوي من اللاعب ستوسر كما عودتنا في لقاء قبل النهائي، كانت نقطة التحول في المباراة إرسال هذه اللاعبة التي حينما تركز بالإرسال تجيد بالتقدم بالنتيجة. أيضا إرسال ساحق الآن، تتقدم 30-15 ولكن سوف يأتي الرد في الموعد من اللاعبة سيرينا ويليامز، والإثارة تزداد منذ انطلاق هذه المباراة. ممتازة سيرينا ويليامز، تستخدم الزوايا الضيقة في كسب كرتين الآن، الكرة الأولى وهذه هي الكرة الرابعة. إذن 30-30. شاهد الآن، نشاهد تغيير اللعب بطريقة رائعة، زاوية ضيقة وكأنها تلعب في إرسال أو صندوق الإرسال. إذن بوادر كما أقول لكسر إن استطاعت أن تكسب هذه النقطة سيرينا. تخطئ سيرينا في إرجاع هذه الكرة السهلة. إذا 40-30. الضغط الآن. خارج الملعب. إذن تتقدم الآن ستوسر وتحافظ على إرسالها، تتقدم شوط للا شيء في الشوط الافتتاحي من المباراة والمجموعة الأولى. إذن إن تحدثنا عن هذه اللاعبة الأسترالية، احترفت في 1999 وهي الآن تبلغ من العمر 27 عام في أستراليا في جولد كوست، تقيم مولودة في بريسبن في استراليا، متر و72. والآن نشاهد سيرينا ويليامز تتأهب لإرسال لها والمعادل بالنتيجة. نشاهد استطاعت. خارج الملعب أول نقطة. أيضا توسر أفضل نتيجة لها في هذه البطولة هنا في هذا العام، الوصول إلى المباراة النهائية. إذا لا شيء 15. ثم إنهاء الكرة بطريقة الوينر داون ذا لاين، موازية للخط عن طريق الباك هاند. اللاعبة سيرينا ويليامز بعد إرسال أيضا قوي، شاهد الإرسال القوي يسهل المأمورية في إنهاء هذه الكرة.
فعلا. وأيضا إرسال قوي آخر من هذه اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز. لم تستطيع اللاعبة ستوسر رجع الكرة في الملعب. 30-15. الملعب ايضا بعد ارسال ايضا محكم من هذه اللاعبة سيرينا ويليامز. اذا 40-15 نشاهد الان اريحية في الارسال من قبل اللاعبتين. إذن أول خطأ أيضا مزدوج على اللاعبة سيرينا ويليامز. 40-30. إرسال ممتاز وشاهدنا مثل هذه النقطة. هل سيكون هناك تحدي؟ لا. اذا شوط لكل لاعبة في بداية المجموعة الاولى. لو نتحدث ايضا عن لقاءات اللاعبتين، اول لقاء كان بينهم في 2008 في دورة الالعاب الاولمبية في بيجينغ في بكين. في الدور 32 تغلبت ويليامز على اللاعبة ستوسر 6-2 و6 لا شيء. تقول اللاعبة ويليامز بأن الضربة كان يجب أن تكون في الملعب. إذا 15 لا شيء. إرسال محكم وقوي من اللاعبة ستوسر تتقدم 30 لا شيء. هل سنشاهد مباراة إرسالات أم سنشاهد رالي طويل؟ مع مرور الوقت اكيد سوف نشاهد الرالي. لا زالت المباراة في طور الارسالات القوية. 40 لا شيء اللاعب ستوسر. وهل سنشاهد شوط نظيف الان ام لسيرينا ويليامز كلام اخر؟ نعم شوط نظيف. اذا للاعبة الاسترالية سامانثا ستوسر تتقدم بالنتيجة 2-1، ولكن كل لاعب على ارسالها. اذا نتحدث عن لقاءات اللاعبتين سيرينا ويليامز فازت الاول في 2008 في دورة الالعاب الاولمبية في بكين بنتيجة 6-6 ثم في 2009 وفي سيدني على الملاعب الصلبة أيضا فازت سيرينا ويليامز هذه المرة في 3 مجموعات 6-3 و6-7 7-5 كانت مباراة أيضا قوية. ولكن في أول مرة تفوز ستوسر في 3 لقاءات اللاعبتين في الدور ربع النهائي بطولة ستانفورد في عام 2009 البطولة التي بالدور 16 6-4 6-2. وفي اخر لقاءات اللاعبه ويليامز وستوسر تفوز اللاعبه ستوسر على الملاعب الترابيه في دور ربع النهائي وفي بطوله كبرى ايضا في رولان جاروس في فرنسا. ستوسر تفوز 6-2 و6-7 ثم 8-6. اذا المباريات بين اللاعبتين تكررت
بثلاث لقاءات من خمسة تذهب المباراة إلى مجموعة حاسمة وفاصلة. الآن إذا بعد الإرسال أو الشوط النظيف من قبل ستوسر يذهب الإرسال إلى اللاعبة